مساء الخير مشاهدينا، مشاهدين ترانز، كل سنة وانتم طيبين. يا رب السنة دي تبقى كلها خير وسعادة علينا كلنا. النهاردة هيكون معانا كل الأخبار اللي لفتت انتباهكم على مدار الأسبوع، وعشان كده هي بقت معانا النهاردة في ترانز. وهنبتدي بفقرة ترانز أوف ذا ويك. احتفالات العام الجديد، عمرو دياب يفاجئ جمهوره، كريستيانو رونالدو مفاجأة العام الجديد. كالعادة اتصدرت الاحتفالات بالسنة الجديدة أخبار الترند، ولكن كانت حفلة تريو نايت واللي أقيمت في الرياض من أكتر الحفلات اللي الناس اتكلمت عليها في السوشيال ميديا، خصوصا وأنه شارك فيها عدد كبير من نجوم الغناء في الوطن العربي زي جورج وسوف وأنغام وصابر الرباعي ونجوى كرم وبهاء سلطان وغيرهم وغيرهم وكتير من الفنانين. فقرات كتيرة من الحفلة اتصدرت الترند، خصوصا أغاني الدويتو اللي جمعت بين الفنانين واللي لأول مرة نشوفهم كلهم على مسرح في وقت واحد بيغنوا مع بعض. ومن الحفلات للأغاني، عمرو دياب فاجئ جمهوره بأغنيتين جداد بمناسبة احتفالات رأس السنة، وهي أغنية سينجل واللي طرحها على واحدة من المنصات الشهيرة، وحققت طبعا نجاح كبير بعد ساعات من طرحها، وقدرت أنها تتصدر الترند على كل مواقع التواصل الاجتماعي. والأغنية من كلمات بهاء الدين محمد وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم. أما الأغنية الثانية فهي أغنية ما تيجي نفك، وهي من كلمات وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم. مش بس الترندز الفنية هي اللي اتصدرت السوشيال ميديا الأسبوع ده، لكن كمان انتقال كريستيانو رونالدو لنادي النصر السعودي من الأخبار اللي العالم كله اتكلم عليها. رونالدو انتقل لنادي النصر السعودي في صفقة تاريخية وصلت قيمتها ل 200 مليون يورو سنويًا. يمكن في تفصيلة مهمة في عقد رونالدو مع النصر السعودي، وهي إنه في بند بيخليه ينتقل بعد 6 شهور بس لنادي نيوكاسل الإنجليزي في حالة التأهل النادي الإنجليزي لدوري أبطال أوروبا. ومن المعروف إنه نادي النصر ونادي نيوكاسل مملوكين لنفس الشركة، وهو اللي سهل انتقال رونالدو للنادي السعودي. الجميل في الخبر ده واللي يخصنا احنا كمصريين بقى انه في احتماليه كبيره لان النادي النصر السعودي يواجه قريب نادي من انديه الدوري المصري في البطوله العربيه للانديه، وده معناه اننا هنشوف رونالدو في مصر قريب. وبكده نكون خلصنا فقره ترندز اوف ذا ويك. السوشيال ميديا سلاح ذو حدين، يعني ساعات بتقدم لنا حاجات بتكون إيجابية جدا، وساعات برضو بتقدم لنا حاجات وبتكون مؤذية جدا، زي التحديات اللي بتعرض حياة الناس للخطر والنصب على المواطنين وغيرها وغيرها. لكن ممكن نقول أنه أكتر شيء مؤذي في السوشيال ميديا هو الأشياء السلبية اللي طبعا بتتصدر الترند. وكلنا شفنا طبعا السنة اللي فاتت ناس ما بيعملوش أي حاجة في حياتهم تقريبا، ظهروا على فترات وبقوا متصدرين الترند وحديث السوشيال ميديا كلها، زي أغنية أنت شوجري وعامل النظافة اللي حصل له مشكلة في محل الكشري وبعد كده اكتشفنا أنه اتحول لمطرب. السؤال اللي هنسأله النهاردة هو ليه في ترند سلبية بتظهر، ومين السبب في انتشارها، وهل فعلا السوشيال ميديا هي السبب بما أنها المتهم الأول طبعا دايما، ولا الصحافة والإعلام كمان هم السبب، ولا المشكلة فين أساسا؟ وعشان نجاوب على كل الأسئلة دي هيكون معانا دلوقتي مداخلة من الكاتب الصحفي محمد عبد الرحمن، رئيس تحرير موقع اعلام.com. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك يا ريهام، كل سنة وانتم طيبين. وحضرتك طيب، يا رب سنة بخير وسعادة عليك وعلى كل الناس بإذن الله. إن شاء الله يا رب. في نهاية السنة إيه رأيك في كل الترندز اللي طلعت في 2022؟ هو بدون شك إحنا ظاهرة الترندات بتتزايد باستمرار، يعني من سنة لسنة فكره الترند انها تبقى مسيطره بقت موجوده بشكل كبير، وطبعا بتطغى عليها زي ما انت قلتي بشويه الترندات السلبيه او الغريبه زي ما بنوصفها. احنا اي ترند بيبدا ما بنبقاش عارفين اتجاهه بيبقى عامل ازاي. الترندات الايجابيه بتبقى قليله، اللي بنوصفها بايجابيه اللي هي يطلع منها حد بيتم مساعدته او حد ما يشهر شهره ايجابيه، زي مثلا المطرب النقاش احمد سالم اللي هو بدا يحترف فعلا، فده بنقول عليه كان ترند ويستاهل بصراحه، ممكن بنسمع فيه صوت حلو طبعا. لكن لما تحطي ده قدام انت شويجري مثلا، ده ترند يعني شعبي شويه، حد كان بيعمل حركات غريبه في بيتم استغلال ده. خلينا نلخص لك القصه ان السوشيال ميديا هي وسيله، لكن الاطراف اللي بتتعامل عليها بتسيء استغلالها، وده يشمل الجمهور برضه طبعا، مش بس
اللي بيعملوا الترندات دي. في مجموعه خلاص عرفت ان هي كل لما تعمل حاجه غريبه هتبقى ترند، خلاص دي حاجه بقت معروفه. وعشان كده جه مصطلح الركوب، بتركب الترند، يعني بتشوف حتى ترند موجود وتحاول تركبه. لكن كمان الجمهور لسه مش قادر يتعامل بوعي مع هذه الترندات، ومش قادر يفهم ان كل ما بيتكلم عنها بطريقه سلبيه هو بيكبرها اكتر. يعني طب مش ساعات بيحصل حاجه كده مثلا، يعني انا بعتبرها حاجه مش مقصوده، بمعنى ان مثلا حد نزل فيديو، الفيديو ده هو ما كانش متخيل ان هو ممكن ينتشر وان هو يوصل للعدد الكبير ده من الناس، وفي نفس الوقت مثلا حد بيعمل له شير عشان خاطر هو شايف ان ده موضوع مثلا دمه خفيف او بيضحك او بيقلد حاجه زي اللي حصل معانا السنه دي في انت شوجري. فاللي حصل ان الناس عملت له شير فعلا، بس هم عملوه شير علشان هم بيهزروا وبيضحكوا. فكره ان يجي بعد كده مثلا حد ويخليه مثلا هو يغني للبرودكت بتاعه او المنتج بتاعه، ده مش غلطه اللي عمل شير ولا غلطه اللي هو بالتاكيد. انت بتعملي، انت دلوقتي فرقتي بين حاجتين، بكيف يخرج الترند او كيف يتحول الحدث العادي الى ترند. ده ممكن يبقى بشكل تلقائي، بشكل مش مقصود، بنبقى عاملينه بس عشان نضحك لمده كام ساعه او نعلق عليه. لكن اللي بيخلي الترند يطول او يبقى حتى يتحول لترند سلبي، حتى لو بدا كان ترند ايجابي او كان ترند عادي، مش لازم كل حاجه تبقى فيها سلبي وايجابي، هو طريقه التعاطي. زي ما قلنا من شويه ان بعض الاطراف بتحاول تستغل ده، انك فجاه تحول ده لنغمه على الموبايل، او فجاه تقول لك يلا هيعمل ديويتو ويخلوا واحد من ترند الف يقابل حد من ترند ب فيطلع ترند جيم. ده السلوك السلبي اللي بيجي من ناس المفترض ان هي نخبه، بس هي بتحول كل حاجه الى امر تجاري. كويس، يعني برضو مثلا في الترند بتاع عامل النظافه، ماشي هو بدا ايجابي ان الناس كانت متعاطفه معاه علشان الموقف اللي حصل له، واتضح بعد كده انه كان فيه كتير من المبالغه. ولكن اللي بقى يعرض عليه وظيفه، واللي يعرض عليه اكله، واللي يعرض عليه لبس، كل ده استغلال للترند. كويس، ده لازم، ده اللي نحاول احنا نتعلم منه. احنا عمرنا ما هينفع نقول للناس وقفوا كلام عن الترندات، بس لازم الناس المسؤوله او الناس اللي عندها حس تجاري تعرف تفرق بين الاثنين. كان زمان الترندات دي بتبقى موجوده، وشفنا كل افلامنا في اخر 20 سنه كنا بنلاقي فيها افيهات لترندات كانت موجوده في المجتمع، بس بيبقى الترند خد وقته وخلص، ما حصلش استغلال ليه في ساعتها. لكن السوشيال ميديا بتساعد للاسف على ده، فاحنا محتاجين شويه وعي من الجمهور انه يبقى عارف يدي كل ترند على قده كده، مش لازم كل ترند تقعد تعلق عليه 3 ايام، وانك لما ده وده وده يسكت الترند نفسه بيموت اذا كان ترند مزيف وغير حقيقي. طبعا. طب احنا برضو شفنا هجوم من السوشيال ميديا على الترندز السلبيه، هل ممكن ده يكون شويه مؤشر على انها تختفي حتى لو حبه صغيرين السنه اللي جايه ان شاء الله؟ بصي، هو اللي بيحصل ان اللي بيختفي هو الترند السلبي نفسه اللي عليه الهجوم، لكن ده لا يمنع غيره، لان ما حدش بيتعلم الدروس للاسف. عشان كده باكد على انه لازم الجمهور يقلل التعاطي نفسه مع الترندات. لكن فكره انك كل ما هتهاجم ترند سلبي فاكر ان انت كده بتقاومه، لا، لان هو في الاخر بيتحول بالنسبه له الارقام. ممكن هذا الشخص اللي كان في الترند ده خلاص نفسه بعدين هو يختفي، لكن مش نفس الترند او مش نفس الاداء هيتغير. يعني وعلى فكره هم حتى لما بيختفوا، يعني يا استاذ محمد، بيكون عندهم حاله ان هم فجاه اشتهروا جدا وفجاه كل الناس بتتكلم عنهم، وبعدين الموضوع مات. يعني نفسيا اي حد يتعب من الموضوع طبعاً ده بيضرهم. بص، احنا اقول لك على حاجه، من حوالي سنتين ثلاثه كده كان في احد الشخص اللي بيدعي ان هو منولوجيست كان بيطلع يقول نكت بايخه وكده. هذا الراجل مثلا، هذا الشخص اختفى الان. كويس، هو كان موضه وخلصت، بس ايه اللي ساعد الموضه دي؟ ان الناس فضلت تقول اسمه سنه واثنين وثلاثه. طبعا. فمش عايزين بقى يطلع واحد تاني بنفس الاداء فنعمل نفس الموضوع، يعني ونقعد نقول ده حتى لو بالهجوم. كويس؟ امتى يبقى ده؟ لو الشخص ده مثلا طالع منتسب لشركه معينه او لجهه معينه، ساعتها الجهه دي بتسحبه على طول وبتوقف الترند. لكن لو هو شخص عادي، دول اكتر ناس بيتضروا. يعني طبعًا. احنا ان شاء الله السنه الجايه لو لينا عمر تعالي نشوف انت شوجري هيبقى فين، ولا حاجه، يعني مش هيعمل حاجه لان الراجل ما عندوش ده. يعني كويس، فكل دول ناس بيطلعوا بيبقوا عباره عن فقاعه بتتملي فجاه وتفضل كبيره لمده اسبوع اسبوعين ثلاثه وبعدين بيختفي. وفعلا بيعاني من هو طبعًا. نفسه من اعراض انسحاب الشهره عنه يعني. لكن ايه الخساره الكبيره؟ هي الخساره الكبيره كل الوقت اللي احنا استهلكناه
في الكلام عن هذه الترندات، واللي كان ممكن يستخدم فيه ان انا اتعلم حاجه جديده، او ان انا اقعد مع اولادي، او ان انا العب رياضه، او ان انا اتفرج على حاجه مختلفه، او ان انا اتابع مشاكل اكبر. يعني بنستغرب قوي ان الميديا بتعرض موضوعات كتيره جدا مهمه عن اللي بيحصل في البلد واللي بيحصل في الدول الثانيه والحاجات دي، والناس ما بتعرفش عنها كتير. ليه؟ لان هم مهتمين بهذا النوع من الترندات. عشان كده هيفضل المواطن نفسه هو محور الموضوع ده، لازم ياخد باله من امتى يدي وقته لهذه الترندات وقد ايه. يعني وقته ما عنديش مانع، ما اقدرش اقول لواحد ان انت ما ينفعش تتفرج على الحاجات دي، بس بنسبه قد ايه من وقتك. بشكر حضرتك جدا يا استاذ محمد عبد الرحمن، وبجد يا جماعه يعني احنا لازم نفكر مليون الف مره قبل ما نقرر ان احنا نعمل شير لحاجه على اي صفحات وسائل التواصل الاجتماعي بتاعتنا، لان هي بجد بتفرق كتير. يعني حتى لما احنا بنيجي نعمل مثلا حاجه ونقول اصلها بتضحك، اصل هي لذيذه، اصل انا مش مصدق ان هي قالت كده، اصل مش مصدق ان هو قال كده، يعني بلاش ننشر حاجات ملهاش لازمه ممكن تاثر علينا وعلى نفسيتنا وعلى كمان نفسيه ولادنا. وبكده نكون خلصنا فقرة سكوب. تعالوا نروح نشوف دلوقتي فقرة السوشيال لاب ونرجع نكمل بقية فقراتنا. وجي معادنا دلوقتي مع فقرة السوشيال لاب اللي من خلالها بنحلل أكاونتس المشاهير وبنشوف إزاي بيتعاملوا مع السوشيال ميديا وإيه هي الأبليكيشنز اللي بيتفعلوا معاها أكتر. والنهاردة نجم السوشيال لاب مش زي أي مرة ممثل أو مغني، النهاردة اخترنا لكم نجم كلنا بنحبه. خلينا نروح إنستجرام محمد صلاح لأنه بيتفاعل عليه بشكل كبير. بيتابع محمد صلاح 55 مليون و100 ألف متابع، وهو بيتابع 217 من نجوم الوسط الفني والوسط الرياضي. محمد صلاح لحد دلوقتي نشر 870 صورة وفيديو. تعالوا نشوف الصور عبارة عن ايه. محمد صلاح ناشر اكتر من 200 صورة ليه وهو بيحتفل بأي مباراة كسبها او جول جابه، و300 صورة من نجوم لعيبة الكرة في انجلترا ومصر، وكلنا عارفين تعلقه وحب المنتخب ده منتخب مصر، فهو نشر اكتر من 20 صورة جماعية مع المنتخب، منها صور هزار مع اللعيبة وصور تمارين للمباريات. المعروف عن محمد صلاح اهتمامه بالرياضة والتمرينات، فعشان كده هو نشر اكتر من 30 صورة ليه وهو في الجيم بيتمرن او في الملعب بيتدرب. ومن اهم الصور على الاكونت صورته مع الامير ويليام وزوجته في حفل ايرث شوت اللي حصلت على 1,800,000 لايك. اما عن حياته الشخصيه فهو بيحب يشارك جمهوره اجازاته والوقت اللي بيقضيه مع عائلته، وعشان كده نشر اكتر من 20 صوره تجمعه مع زوجته وبناته وكمان البلاد اللي بيقضي فيها الاجازه بتاعته. من الفيديوز اللي حصلت على نسبه مشاهده عاليه فيديو اهداف محمد صلاح وحصلت على 4 مليون مشاهده و800 الف لايك. مع نهاية كل سنة وبداية سنة جديدة دايما بنلاقي الناس قاعدة مستنية فقرة مهمة قوي، وهي طبعا فقرة الأبراج. ودايما كلنا بيكون عندنا فضول نعرف ايه الجديد وايه توقعات علماء الفلك للسنة الجديدة. عشان كده النهاردة هيكون معنا ضيف مميز جدا، لانه مش بس هيكلمنا عن الفلك والأبراج، لا ده كمان هيكلمنا عن علم الأرقام. منورنا النهارده دكتور رئيف رأفت خبير الابراج، اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا استاذه ريهام، تسلمي لي يا رب. انا عايزه اقول لك ان انا مبسوطه جدا ان انت معانا النهارده، لان الفقره دي دايما الناس بجد بيفضلوا قاعدين يدوروا عليها على السوشيال ميديا ويدوروا عليها على التلفزيون ويقروا كتير على جوجل عشان يعني يسمعوا حاجه. نعم. يسمعوا حاجه تفرحهم، حاجه هم مقلقانين منها، يعني ده بالنسبه لنا بيبقى متعه. إلي شرف، إلي شرف أستاذ ريان، تسلمي لي يا رب. طيب أول حاجة هسأل حضرتك عليها، يعني إيه علم الأبراج؟ يعني إحنا عارفين نعم. شوية عن الفلك وعن الأبراج، لكن ما بنعرفش قوي عن حاجة اسمها علم الأرقام. يعني إيه علم الأرقام؟ نعم، علم الأرقام هو اسمه علم النيمرولوجي. علم الأرقام هو يعتبر نحن حياتنا كلها أرقام، وطبعا الأرقام هي من آلاف السنين بنحكى في الأرقام، وربنا خلق الدنيا في أرقام. القرآن، الأديان السماوية والكتب السماوية، القرآن، الإنجيل، كله له أرقام، في دلائل. نحن طبعا وقت بندرس الدلائل علم الأرقام كلها ليها شفرة، يعني شفرة بتحليل الأرقام. يعني اليوم نحن تاريخ مواليدنا له دليل، يعني اليوم رقم تليفون له دليل، أنا حد يعرف تليفون عشان يتواصل معي هو دليل أنه أنا أتواصل معاه أو يكلمني أو أكلمه. نمرة العربية دليل، نمرة الشقة، النمرة تبعت الرحلة، التيكت الطيارة، كل ده
دليل، نحن نعتبره ده دليل، لان نحن اليوم ما فيش ارقام بحياتنا، ضايعين، ما بنعرفش ننظم امورنا. الصيام، الصلاه له ارقام، كم ركعه، كم وقت الصيام، كل حاجه في حياتنا فيها كلها أرقام. طبعا دي دليل بقى نحن نعتمد على الارقام، الى شفره، الى دراسات نحن درسناها، الى تحاليل بعلم الاسم، بعلم الارقام، لان اسمنا كمان كم رقم في اسمنا، كم حرف في اسمنا، كله ده له دراسات نحن بقى درسناه وبنحللهم على موجب الدراسات اللي درسناها، نسبتها وابحاث طبعا دراستها طبعا توصل 80% بدقتها او 70% بدقتها يعني. نعم، دي بقى علم الارقام يعني. طيب يعني احنا مثلا خلينا نقول رقم، نعم، مثلا 7 1 مثلا 82، تمام. هالرقم يعني هو طبعا كابراج برج جدي، برج جدي ترابي، اذا نحكي اليوم بعلم الارقام، الجدي دائما رقمه 8، البرج الجدي كوكبه ساترون زحل، لان كمان الفلكيين حطوا كل برج ليه رقم، لان الارقام كمان داخله في الابراج، يعني حتى الابراج. اليوم الجدي رقمه 8، 8 نحن دائما بنقول عليها ده رقم يعني المسؤوليات، رقم ساترون زحل اللي بيحمل المسؤوليات واللي بيصبر، صاحب البرج يدير صبر ايوب، يعني البرج ده كان ذكور او اناث بيصبر كثير، بيتحمل مشقات وضغوطات، وبالاخر بعد المثابره والتعب هياخد ما شاء الله يعني نجاح باهر اكثر من الحظ، عليه بس اجتهاد والصبر. في عنده احيانا السبعه مع الواحد فرضا 82، الرقم ده الرقم الفضول، الحب المعرفه، حب الاستكشاف، بيشدوا علم الطاقه، علم المرائيات، علم الفلسفه، علم النفس، البحار جدا، التحقيقات، المغامرات البوليسيه ممكن تشدوا شوي الكلام ده. شخصية كمان هذا الرقم بيعطي من القوة، الاعتزاز بالنفس والتفاؤل. طبعا نحن قلنا هون برج جدي، الجدي مكتئب شوي، متشائم بعض الأحيان، لكن الرقم 7 مع الواحد عطاه التفاؤل نوعا ما، بين الاكتئاب وبين التفاؤل، يعني عطاه كوكتيل، يعني حاجة كده مميزة بين كده وبين كده، لكن تفاؤله أكتر إن شاء الله الرقم ده. ومن نوع الرقم بيغامر كتير، عنده الجرأة والمغامرات، مع ان ده عكس صفات برج الجدي. عكس الصفات. يعني حضرتك بتقول ان 7-1 ده كانه شخص مغامر، مغامر جدا، لكن الجدي معروف عن طبيعته ان هو انسان مش مغامر، مش بالعكس مغامر. هو متحفظ وبيحسب خطواته جدا، جداً ايوه خطواته وانطوائي اكتر، وبيحب العزله. وبرج الجدي طبيعته بيحب العادات والتقاليد، طبيعته يعني عاده اهله، انا عندي عاده، نحن كده ما ينفعش لعاده اهلنا، عندهم حاجات القديمه، لاني برج هو عملي اكتر غير خيالي. يعني هون الرقم ده 7 مع الواحد اعطاني رقم الخيال بصراحه. يعني 7 مع الواحد هو رقم الخيال، مش رقم الواقعي، الواقعي الجدي، لكن 7 مع الواحد هو الخيالي اكتر، بين الواقعي ده الرقم بين الواقعي وبين الخيالي، لاني رقم 7 مع الواحد بيعطيه خيال، بعيش في الاحلام وفي الاوهام، واحيان بيوسوس الرقم 7 مع الواحد كمان بيوسوس شوي وبيقلق وبيخاف، يعني احيان الو بيخاف على نفسه احيانا، اذا حاجه حصلت معاه انا في حاجه لازم اشوف دكتور لازم كذا، بيقلق شوي، في وهم، في خوف، في قلق في بعض الاحيان، لكن هو رقم السياده، انا بقول مع 82 رقم السياده، رقم اللي بيعطي الطموحات وبتتحقق للتاريخ ده، طموحاته بتتحقق مهما حصل، في طموحات، في ضغط من الجدي، لكن طموحاته هتتحقق بعد تعب شويه، في طموح، في تفاؤل، وبتتحقق طموحاته، لكن الرقم ما بيسمعش النصيحه احيانا، اللي هو طبيعته الرقم انه قوي وبيحب هو يمشي كلامه، وعنده ثقه بنفسه الرقم ده، وعنده واثق الخطوه يمشي ملكا، يعني هو رقم مميز انا بعتبره، ورقم المناصب العليا والشهره، وناجح جدا الرقم ده. طيب احنا طبعا نفسنا نقعد نسال قد كده، وعايزه اقول لك ان في الكنترول روم كله عمال يسالني ارقام ارقام ارقام، بس للاسف طبعا مش هنقدر نحسب كل الارقام الموجوده معانا النهارده، فخلينا نقول سريعا كل برج على مدار السنه، نبتدي من يناير مثلا، الجدي وراه الدلو وكده، الدلو والقوس ايوه ورا بعض، نشوف ايه هو التوقعات بتاعتهم في سنه 2023. تمام، اذا مباشر في الجدي او من باشر في الجدي لما الحوت الاخر برايك براحتك، مباشر فرضا في الحوت، اوكي الحوت اخر برج ونرجع من ورا، أوكي. الحوت طبعا الحوت من الابراج المائيه، يبدا من 19/2 مدته دي، بينتهي ب 20/3، هي فتره الحوت. الحوت طبعا السنه دي عنده بس اول 6 شهور في كوكب جوبيتر، لان المشترى اللي موجود حاليا في الحمل، المشترى في الحمل، هيدعم برج الحوت بايه بقى؟ بوضع المالي، يعني وضع المالي للحوت هلا عنده فتره مناسبه لوضع يعني المالي، يعني الحوت هيريش في 23 23 بيريش بوضع المالي بالفلوس لغايه 16/5، بعدين بينتقل جوبيتر من الحمل للتور، هيفلس بقى، لا هنا بقى هيفضل معاه فلوس، اهم حاجه بس طمنهم، لا مش خساره فلوس، لكن هينتقل على بقى حاجه ثانيه، على أوكي. البيت الثالث بالحوت، البيت الثالث هو هيدعمه بقى بموضوع
التغييرات في العربيه، شراء عربيه، تبديل عربيه. حلو، لسه في فلوس اهو. طبعا في فلوس، او في عنده صلح اذا كان في زعل من اخواته الحوت، عنده زعل مشاكل في صلح ودي بين اخواته، في نجاح في السوشيال ميديا لبرج الحوت، اذا حابب يشتغل في السوشيال ميديا، التيك توك، اليوتيوب، الحاجات دي ممكن ينجح فيها. اللي بيشتغل في القنوات، في الاذاعات، في التلفزيون يكون ناجح، او في الشيء بالفن طبعا. وفي عنده سفريات قصيره للحوت، لكن انا بعطي نصيحه لبرج الحوت انه في عنده استرداد مال اول 6 شهور كمان، يعني هي من ضمن الفلوس، انه عنده استرداد فلوس اللي كانت متاكله عليه فرضا لبرج الحوت باذن الله، والله اعلم. لكن انا بقول للحوت داخل عليه زحل، زحل بيقعد 2.5 سنين في البرج، كان في الدلو عامل مشاكل 2.5 سنين او ضغوطات او مسؤوليات، حينتقل لعند الحوت ب 7/3/2023 حيشيله مسؤوليات 2.5 سنين للحوت. بمعنى مثلا اللي بيشتغل شغله ممكن يشتغل شغلتين، اللي متجوز مره ممكن يتجوز مرتين مثلا. في مسؤوليات، يعني مرات الحوت تقلق، مرات الحوت او رجل الحوت، أو مرات الحوت او هي تكون اي برج كانت بتقلق اذا جوزها حوت بقى. اذا جوزها حوت هتقلق عليه شوي. ممكن يتجوز فوقها، ممكن يصير عنده شغل تاني، ممكن يشيل مسؤوليه بيت تاني، يعني او مسؤوليه مامته او مسؤوليه مراته، يعني مامته ممكن حدا تتعب لا سمح الله او حاجه، في ضغط، في طاقه فوق، او يسلموه للحوت شغلتين، هو بيشتغل شغله ممكن يشغلوه شغل تاني، صار عنده شغلتين مسؤوليه كبيره. الحوت انا بس بنصحه انه يتفائل، ما يفكرش انه هو دخل زحل معناته هيتعبه، هو يعني هيتعبه شويه، بس انا بنصحه للحوت يتفائل اكتر، يعطي ثقه بنفسه اكتر، ويدرس خطواته صح، لان زحل مشكلته اذا دخل البرج يعني عارف يتصرف، عارف ينجح، بس يعرف يتصرف الحوت. نيجي على برج الدلو بقى. الدلو طبعا هيبدا من تاريخ 20/1 بينتهي بتاريخ 18/2. هي فتره الدلو. الدلو اول 6 شهور هيكون عنده نجاحات في الشراء، في الشراء عربيه او بيع او كذا، او صلح كمان ودي. النص الثاني هيكون عنده نجاحات في العقارات، اللي بده يبيع عقار، يبدل، يعمل ديكور، اللي حابب يسافر، توطين شيء، جنسيات، اقامات، هي حتكون مناسبه له كثير لبرج الدلو بالشهر بالنص الثاني من السنه. طبعا حيكون متعبه شوي، بنصحه للدلو الوضع المالي 2.5 سنين زحل في بيت المال، في بيت الدلو، في بيته المال. زحل بده يشيله مسؤوليات للدلو، ممكن يشتري شيء اقساط، يتحمل مسؤوليات، ضغوطات ماليه، يظبط اموره الماليه اكثر، ينظم اموره اكثر حتى تمشي امور 2.5 سنين بوضع المالي يكون مريح. نيجي على الجدي. يبدا الجدي تقريبا من 22/12 بينتهي ب 19/1، هي فتره الجدي. الجدي طبعا اول 6 شهور حيكون عنده نجاحات في العقارات. الدلو بنص الثاني، الاول الجدي. الجدي اول 6 شهور نجاح في العقار، بيع، شراء، ممكن تمليك، ممكن يحصل على تمليك او يعزل على مكان افضل ان شاء الله. النص الثاني حيكون الجدي عنده نجاح من اولاده، في سعاده من اولاده، او ممكن اقول لبرج الجدي اللي حابب يكون امين يا رب، امين يا رب، اللي أمين. عنده انجاب، ممكن يصير انجاب كمان لبرج الجدي، عنده انجاب، ممكن يعني كذكر او انثى، اللي حابب كرجل الجدي يكون عنده انجاب او الست، ممكن سنه مناسبه للانجاب، او اولاده هيفرحوه، او اولاده هيفرحوه، اذا مش حابب حد يكون عنده انجاب، ولا في فرحه من اولاده، في نصر على اعدائه لبرج الجدي النص الثاني، في سنه البسط له النص الثاني، اللي اعزب من برج الجدي ممكن يحصل عنده خطوبه كمان. طبعا في عنده نصر على اعدائه، وفي عنده شيء نجاح في السوشيال ميديا برج الجدي اكثر كمان النص الثاني. في عنده كمان نجاحات بكثير حاجات، يعني سنه الحظ المالي والعاطفي، واللي حابب يلعب ببورصه يشتغل بالبورصه كمان سنه مناسبه للجدي. بنيجي على الاصعب، الجدي بقى عنده شيء يتعلق بالاخوه او الجيران، يعني هون ينتبه ما يدخلش في مواجهات مع الاخوه او الجيران، يضبط اموره اكثر، لانه هون زحل قاعد في بيت الاخوه والجيران، والبيع والشراء العربيه، يعني العربيه حبيب يبدل، ممكن يبدل برج الجدي، لكن يدرس اموره اكثر، ممكن العربيه فيها تنغش، ينغش في شرائها او بيعها، هون ينتبه كثير في موضوع البيع والشراء في العربيه. نيجي على برج القوس قبل الجدي كمان. القوس يبدا من 22/11 ينتهي ب 21/12. انا القوس بعتبره من الابراج اللي تعتبر المحظوظه بشكل عام. ليه بقى؟ لان كوكب جوبيتر المسؤول عنه المشترى اللي بيدعمه دائما بتفائل اكثر، هيك عام ممكن كارقام يعكس حسب يعني. لكن القوس اول 6 شهور في كمان نجاح من اولاده، واللي بده يخطب فتره مناسبه للخطوبه، وسنه البسط والمسرات. النص الثاني عنده زياده وزن برج القوس، يتخن، وفي عنده نجاح بعمله، اللي حابب يبدل عمل او ينجح في تبديل العمل حيكون ناجح، واللي عنده اي مشاكل تتعلق في قضايا معينه ممكن تكون لصالحه. المتعب للقوس هو حيكون في العقارات، ينتبه بسنتين ونص العقارات، ممكن شوي هون ينتبه ما ينغش في العقار او يبيع او يشتري، يدرس اموره اكثر حتى تنجح اموره بالبيع والشراء. نيجي على برج العقرب.
العقرب يبدأ من 23/10 بينتهي ب 21/11. العقرب أول 6 شهور في نجاح في عمله، اللي حابب يبدل يغير عمله في زيادة وزن ممكن، اللي حابب كمان يبدل عمله اللي ما عندوش شغل ممكن يلاقي شغل مثلا. النص الثاني حيكون لبرج العقرب بعد 16/5 في نجاحات في الزواج، في الارتباط، في توقيع العقود، السمعة والشهرة، اللي ممكن يتجوز جواز حقيقي العقرب، يصير عنده جواز ويرتبط ويحقق نجاحات الجواز. اللي أصعب عنده العقرب هو بموضوع الأولاد، اللي عنده أولاد ممكن يتعبوه سنتين ونص، شيء بالإنجاب ممكن يدرس أموره أكثر بالإنجاب حتى يحقق النجاح في الموضوع ده، وينتبه من ما يغمرش في الحظوظ المالية ولا العاطفية، ينتبه كتير. طبعا نيجي على برج الميزان، الميزان يبدأ من تاريخ تقريبا 23/9 بينتهي ب 22/10. الميزان طبعا من الأبراج اللي هوائيين واللي بيحبوا التغيير، بيكرهوا الروتين، عنيدين ومترددين، كريمين جدا، بيحبوا الفنانين أكثر، برج الميزان بيحبوا الفنانين أكثر، مشاهير برج الميزان، دمعتهم قريبة، حساسين، عاطفيين، كوكبهم الزهرة، كوكب السعد الأصغر أو الحظ الأصغر بعد المشتري. طبعا الميزان أول 6 شهور اللي مش متجوز ممكن عنده ارتباط، اللي متجوز طبعا ينتبه من علاقته الزوجية كعقرب وكميزان، العقرب النص الثاني الأول هو الميزان، يعني هون ينتبهوا بالعلاقة الزوجية، يهتموا أكثر في زوجاتهم أو هي إذا ميزان تهتم في زوجها أكثر. طبعا سنة مميزة للعقرب بتوقيع عقود، أول 6 شهور يوقعوا عقد وسمعة وشهرة. النص الثاني في عنده الميزان شيء يتعلق بهبة فلوس، تجيه فلوس بدون تعب، أو شيء يتعلق بميراث ممكن يستفيد منه، ممكن يسحب قرض بنكي يستفيد منه، يوفي ديونه للعقرب، عنده وفاء دين، لكن ازاي ما اعرفش، يعني في فلوس هتيجي بدون تعب هيكون محظوظ فيها. اللي عنده مشاكل بميراث مثلا كميزان هتنحل اموره ان شاء الله. بنقول الميزان هيتعبوا اكتر حاجه بالعمل، في مسؤوليه عمل، ينتبه على موضوع العملي سنتين ونص بسبب زحل، على صحته ما فيش خطر، لكن على ظهره الميزان ينتبه على ظهره جدا السنه الجاي بسبب زحل اللي قاعد في بيته البيت السادس، هنا عمله ينتبه عليه وينتبه على صحته وظهره، بس اللي ممكن انصح في البرج الميزان. نيجي على العذراء، العذراء برج ترابي بيبدأ من تقريبا من 23/8 بينتهي ب 22/9. العذراء طبعا أول 6 شهور في نجاحات كمان بالفلوس، يوفي ديونه أو هبة فلوس، وعنده فلتر أصدقاء، بيفلتر كتير أصدقاء من دلوقتي برج العذراء. النص الثاني حيكون عنده نجاحات على الطلاب الجامعيين للعذرائيين، نجاحات في الجامعة أو شهادات عليا، أو عندهم شيء بالبزنس يستفيدوا منه، سفريات عمرة أو حج، اللي حابب يتعلم يوجا، حاجات كده في الطاقة، هالأمور هتناسبه كتير للعذراء. وفي عنده اللي عنده أي مشكلة قانونية ممكن تكون لصالحه وينتهي منها لصالحه إن شاء الله للعذرائيين. الأصعب عنده العذراء بالارتباط في الزواج، يدرس أموره أكتر في الزواج، ما يتهورش في الزواج عشان ما ينغش في الزواج أو يخسر حاجة من موضوع الزواج. طبعا نيجي على الأسد، برج الأسد يبدأ من 23/7 بينتهي ب 22/8. الأسد من الأبراج النارية، كوكب الشمس القوي، عندي ما بسمعش النصيحة لكن برج كريم أنا بعتبره، عنده الكرم قوي وبيحب المغامرات. طبعا أول 6 شهور كمان في نجاح من الطلاب الجامعيين، اللي حابب كان يطلع عمرة أو حج أو حاجة، سنة مناسبة له أول 6 شهور. ببشر برج الأسد النص الثاني هو بشارة أنه المركز المرموق، المنصب بعمله، في عنده منصب حيلاقي إن شاء الله برج الأسد، ترقية بعمله، يعني إذا هو موظف عادي ممكن يترقى لمدير أو حاجة، لأني سنة مناسبة له لمركزه وسمعته وشهرة له، وممكن يتعرف على ناس راقيين في المجتمع يستفيد منهم جدا. الأصعب عنده برج الأسد بموضوع الميراث، ينتبه ما يدخلش في مشاكل الميراث، أو اللي أخذ قرض بنكي يحاول دائما ينظم أموره المالية بسبب يوفي ديونه، ما يستلفش أكتر عشان ما يقعش في مشاكل الديون. بنيجي على برج السرطان، السرطان يبدأ من 22/6 بينتهي ب 22/7. السرطان من الأبراج المائية، كوكب القمر، عاطفي، رومانسي، قلاب، لأني مع أنه هو مش هوائي بس لأني حركة القمر تنتقل كل يوم ونص بيكون مزاجي شوي برج السرطان. السرطان أول 6 شهور في عنده منصب وترقية بعمله ونجاح وسمعة وشهرة، والنص الثاني عنده من بعد 16/5 حيفلتر كتير ناس بحياته، حيغير أصدقاء، في عنده دعم من أصدقاء جديدة، حيتعرف على ناس غرباء أجانب حيستفيد منهم، في عنده تحقيق أمنيات رائعة جدا لبرج السرطان النص الثاني، ممكن يدخل بعضو جمعية أو نادي يستفيد منه برج السرطان، وأنا بشوف كمان ممكن في أجواء اجتماعية وسفريات قصيرة هيستفيد منها برج السرطان. الأصعب عنده السرطان السنة 23 هو موضوع
شيء يتعلق في المحاكم او يتعلق بلازم يجتهد عليها اكثر اللي عنده مشاكل، او ينتبه من مشاكل القضاء وينتبه من اللي حابب يسافر عمره او حج او كده، لازم يدرس اموره اكثر حتى ينجح في السفر. يعني مش بسهوله حيسافر، بده يدرس اموره اكثر. بنيجي على برج الجوزاء، الجوزاء يبدا من 21/5 بينتهي ب 21/6. الجوزائي من الابراج الهوائيه، كوكب عطارد، اللي كثيرين الحركه، انتقاديين جدا، بيحبوا ينتقدوا الناس كتير، وذكيين جدا وناصحين. طبعا برج الجوزاء اول اكتر برج بس معناه هو عامه مغلب كل الابراج الثانيه، تمام؟ هو شوي يعني انتقادي جدا، بيحب دائما الجوزاء احيانا بينتقد الناس وما بيحبش حد ينتقده، هي طبيعته، ويحب يفهم التفاصيل الدقيقه كمان. الجوزائيين اول 6 شهور حيكون عندهم تحقيق امنيات ونجاحات في ناس غريبة، حيتعرف عليهم، حيدعموهم، حيستفيدوا منهم، وفي فلترة أصدقاء من دلوقتي عم بيفلتروا ناس كتيرة. أنا سنة شايفة سنة الأمنيات والأحلام لهم أول 6 شهور. الست شهور الثانية الجوزائيين في عندهم سفر بعيد، ممكن يسافروا أو تغيير سكن أو يشتغلوا بمؤسسة كبيرة يستفيدوا منها. واحتمال بعض الجوزائيين، يعني بنقول بعض الرجالة، ممكن يصير عندهم حب بالسر، يعني حاجة علاقة بالسر أو حب السر، حاجات كده. لكن الأصل عنده برج الجوزاء أنه هو إذا فكر مثلا يصل لمنصب بده يدرس أموره أكتر، أو يثبت جدارته في عمله حتى يصل لمنصبه أو يحقق مركز المرموق في المجتمع. بنيجي على برج التور، قبل الأخير طبعا. التور يبدأ من 21/4 بينتهي ب 20/5. برج التور أنا بعتبره من الأبراج الترابية، كوكب الزهرة، عنديد برج التور، هادي هو جدا، وقت بسور طبعا مش بحسن واحد يوقفه، ثورجي التور طبيعته. طبعا التور هو أول 6 شهور في عنده من الآن لغاية 16/5 نجاحات في موضوع التغيير السكن أو السفريات أو شيء بعلاقات بالسر، ممكن يكون كمان علاقات سرية تحصل معه، حب أو علاقات كذا أو جواز بالسر ممكن لا سمح الله يعني. لكن النص الثاني في عنده الترقية، يعني هي كوكب جوبيتر حينتقل عنده من بعد 16/5، من 16 وما بعد كوكب الحظ حينتقل عنده من الحمل، حيدعمه جدا جدا، حيحقق أمنياته برج التور لمدة سنة، لأن جوبيتر بيقعد سنة في البرج، حيحقق له نجاح ويستفيد بحظه إن شاء الله برج التور. الأصعب عنده برج التور بموضوع الصداقات، يعني الصداقات ينتبه ما يدخلش في أي مشاكل مع الأصدقاء أو حد يسلمه مسؤوليات من أصدقاء. نيجي على برج الحمل الأخير، يبدأ من 21/3 ينتهي ب 20/4. الحمل طبعا من الأبراج النارية، كوكب المريخ، متهورين، أحيانا طائشين، طيبين القلب، صريحين زيادة على اللزوم. أنا بنصح الحمل دائما يهدي، ما يحكيش كل حاجة بقلبه، لأحيانا تستغله أو طيبته، بتستغل طيبته. مبذر بكل شيء، بالفلوس مبذر، مش عنده التحويش، ما يعرفش يحوش طبيعته. السنة اللي حاليا هلا عنده كوكب جوبيتر اللي قاعد عنده اللي عم بيدعمه لغاية 16/5، مين اللي حيستفيدوا أكتر؟ العشرية الثانية والثالثة من برج الحمل. يعني نحن نعرف دائما الأبراج تتقسم 3 عشريات، العشرية الأولى خلاص أخذت دورها من بداية السنة، نحن هلأ عم نستنى بداية نهاية السنة، هو العشرية الثانية والثالثة حيحققوا النجاحات. برج الحمل هم لازم يستفيدوا، يكتدوا شوي على نفسهم، حيحققوا النجاح جداً. بعد النص الثاني بقى لبرج الحمل بعد 16/5 ينتقل جوبيتر للتور، حيدعم برج الحمل بموضوع الفلوس. يعني سنة الفلوس، النص الثاني هو سنة الفلوس للحمل، هيحقق نجاح في الفلوس إذا عارف يستفيد منها، يستغلها بالحظ، وممكن استرداد فلوس كانت راح عليه بالحظ ترجع له فلوسه، أو شراكة مالية عملية في موضوع الفلوس، هيستفيد كتير منها برج الحمل، والله أعلى وأعلم. طب دكتور رئيف، إيه أكتر 3 أبراج محظوظين في 23؟ تمام، الأبراج المحظوظة بنقول الحمل، التور، السرطان، العذراء، الميزان. كتير. طب حلو. نعم، 5 أوكي. أبراج تقريباً أنا بعتبرهم دول من كمحظوظين. أنا بس منصح برج الحمل إنه نحن الأتعب عنده السنة اللي جاي هي سنة 23، هي سنة فيها تعب من ناحية الأصدقاء، يعني ما يثقش بحد برج الحمل، سوري، ما يثقش بحد، وينتبه على صحته أكتر. هو ما فيش قلق أو خوف، لكن نحن وقت بنحذر إنه زحل في بيت المتاعب، هنا بدي ينتبه شو على صحته أو من أصدقاء مش يثق بالناس للحمل، أي بحذره فيها للحمل يعني. طيب وأكتر أبراج هيكون ما عندهاش حظ في 23؟ تمام، هلأ أنا ممكن أقول الحوت، لأن الحوت يعني مش إنه ما عندوش حظ، الحوت عنده حظ من تاريخ السنة. ليه بقى؟ لأن السنة اليوم 2023، إذا بنجمع 3+2+2 7، نلغي الزيرو. 7 مين مسؤول عنه؟ أي برج 7 مسؤول عنه؟ برج الحوت. هو نبتون، اسمه نبتون الكوكب،
الحوت حيستفيد من رقم السنة بس، لكن زحل مستنيه حيدخل عنده بسبعة تلاتة. يعني بين البينين الحوت بنقول نص نص الحوت، وبنقول كمان الدلو الدلو لأن كمان عنده الوضع المالي، يعني الوضع المالي ينتبع وضع المالي، لأن أهم حاجة وضع الفلوس. الدلو بيحب الفلوس دائما، أو يعني ينتبه أنه في ضغط عليه بالفلوس. الدلو هاي بحذر فيها، يعني دول أكتر برجين يعني بحس فيهم فيهم ضغط شوي عليهم أكتر دول. ما فيش واحد ثالث؟ يعني ممكن نقول يعني العذراء شوي في بعض الأحيان، مع أنه عنده حظ، بس يعني ممكن شوي لأني متأثر من الحوت قصاده بالدائرة الفلكية، ممكن شوي يعطيه طاقة الضغط. يعني هل فعلا البرج بيختلف من راجل لست ولا ملهاش علاقة؟ لا، هو يعني شيء اختلاف بسيط، يعني مش قوي كتير، يعني أحيانا اختلاف بسيط مش قوي كتير. يعني مثلا إيه الفرق يا دكتور؟ يعني هلأ مثلا منقول أنسة العذراء مثلا، الأنسة العذراء بتحب الترتيب النظافة، وأنسة القوس هدول عندهم وسوسة بالنظافة. ممكن الرجل القوس لا مش كتير عنده كتير، ممكن يهتم بس بيهتم بالرياضة أكتر مثلا. هي مش كتير، هي القوس يعني أكترية الأقواس بيهتموا في الرياضة الرجالة. الستات لا بيهتموا بالوسوسة بالنظافة في الترتيب أكتر. يعني أحيانا في بعض الحاجات تختلف، بس المهن المناسبة للأبراج، في عندي مهن كتير مناسبة، يعني الحمل بيناسبه الأعمال اللي فيها الطاقة، فيها يعني السياسه، فيها العسكري، مجالات العسكريه دي بتناسب برج الحمل. التور بيناسبه الفن مثلا، الجوزاء بيناسبه التدريس، اللانجوج اللغه، الاتصالات، السفريات. السرطان بيناسبه الاثار مثلا، بيناسبه الطبيخ، يعني ممكن شيف مطبخ او حاجه كده. الاسد بيناسبه باقي زق برود او باقي عطورات او صياغه بالذهب، بينجح كتير الاسد. العذراء بيناسبه الحاجات في موضوع الدراسه كمان، او تربيه الحيوانات، او منتج اغذيه للاطفال او للحيوان، عنده مصنع تغذيه يعني ممكن يستفيد منه، او التدريس في الجامعات. الميزان بيناسبه كمان الفن، شيء يتعلق بالفن والمحاماه والقضاه والسلك الدبلوماسي. العقرب بيناسبه العقارات، التامين، البورصه، البنوك كمان، وكمان المجالات السياسيه. القوس بيناسبه الرياضه اكثر يعني، او العقارات بتناسبه للقوس. الجدي بيناسبه الحاجات اللي فيها كمان التامين والبورصه والحاجات الآثار كمان. المنقول الدلو بيناسبه السفريات أكتر، التنقلات، السفريات، الاتصالات، ممكن كمان بالطائرات يعني بيشتغل. الحوت بيناسبه التصوير، يعني حاجات مصور، حاجات رسام، فنان، شيء بالتمثيل، حاجة دي بتناسبه للحوت. يعني بالمختصر يعني. طيب نرجع تاني لعلم الأرقام. تمام. الأرقام إيه اللي حضرتك تعتقد أنه هو أكثر حظا في 23؟ نعم، هلا انا في كثير ارقام استاذه يعني ريهام، ممكن انا بس ابص عليهم لان في حاجات. هلا شوف، نحن سنه 22 الارقام اللي عانت المواليد، مواليد السنه مين يعني اللي اكثر شيء عانوا، مواليد 2011، 1999، 1987، ال 75، ال 63، ال 51 وال 39، دول عانوا ب 22 بين اخر ال 21 وبين 22 كنسبة عانوا كتير. أنا ببشرهم السنة دي هي سنت بقى خلاص الرياح. دول صغيرين قوي دول مثلا، من الصغار للكبار. يعني ممكن صغير على حسب عمره، ممكن عانى في دراسته، عانى بمرض لا سمح الله، عانى بحاجة ممكن صح. يعني لأن تزبط على الكبير والصغير طبعا. عانوا الكبار طبعا، ممكن عانوا أمراض، بمشاكل، بدخلوا أو حدا توفى من المقربين لهم لا سمح الله، أو دخلوا مشافي، حتى الصغير ممكن يكون دخل مستشفى لا سمح الله. هدول الأرقام كانت سنة صعبة عليهم من آخر 21 لدخول 22 اللي نحن عم تخلص مننا. السنة بقى 23 هي سنة الأفضل عندهم إن شاء الله، الأكترية هتكون ناجحة عندهم، هي سنة النور والسمعة والسلطة والبدايات هتكون، لأن انتهوا من المتاعب، انتهوا من المشاكل اللي كانوا عم بعانوا منها. بنقول كمان السنة المميزة للزواج فرضا للمواليد 93، سنة مميزة، سنة ممكن يكون عندهم ارتباط أكثر، مواليد 93 والمواليد 81 والعقود ممكن 69 57 45، دول هتكون سنه يعني مميزه بالعلاقات الزوجيه وموضوع العقود والسمعه والشهر. طب احنا ازاي يا دكتور نعرف؟ يعني انا مثلا عندي واحده صاحبتي عايزه تعرف، ازاي تحسبها؟ انا بقى هنا عاملهم حسابات كدراسه، اخذ معايا وقت وعامل الجدول ده. دي حاجه مش اي حد يقدر يقعد طبعا، مش اي حد يتعلمها ويعملها، بدها دراسه دقيقه عشان احنا نحدد السنوات ونحدد الاعمار حتى نحسن نكشف يعني كل واحد حسب سنته وبيناسبه ايه الالوان، حتى يعني نحسن اليوم نعطي تاريخ معين، يعني نحسن نحدد الالوان بتناسب السنه لمين، رقمه مين، بيناسبه ايه، ونقاط ضعف هتكون ايه في جسمه، الامراض اللي ممكن لا قدر الله يشكي منها اكتر، ويوم الحظ هيكون عنده ايه. هي كمان موجوده عندي، ممكن نحسبها وتبان معنا. يعني زي هلا احنا قلنا تاريخ 7/1/82 مثلا اللي موجود ده التاريخ، يعني ممكن نقول
السنه الجايه للمواليد ده عنده ممكن نقول هو جدي، هيكون عنده اللون الفضي مثلا، اللون الفضي هيناسبه اكتر السنه الجاي اللي التاريخ ده 7/1/82، ويركز على اللون الفضي والرمادي، ويوم الحظ هيكون يوم الاربعاء، وينتبه اكتر حاجه على جهازه التنفسي الرئتين وشيء يتعلق بالجيوب الانفيه في الزور ده، هي والرئتين دول السنه الجاي، والاعصاب يعني الاكتاف والوتاب الاعصاب التشنجات والذراعين دول هتباشر التاريخ ده، هيباشر تاثيراته بالكلام اللي انا بقوله. ممكن يحصل ممكن ما يحصلش والله على اعلم، لكن احنا دي النقاط هتكون السنه الجاي، وهيكون ده التاريخ عنده انتقاد زياده على اللزوم، مع انه هو مش منتقد، هيكون هو شوي منتقد اكتر وهيحب يفهم التفاصيل الدقيقه اكتر. يعني زي الجوزاء هيكون، يعني هو جدي هيكون هيقلب على جوزاء. جوزاء ايوه تمام، ياخد تقمص صفات الجوزاء. طب توقعات حضرتك ايه ل 2023 كلنا بقى؟ تمام، طبعا انا شايفه سنه يعني الى وشين، يعني زي ما بقول وش خير وش يعني تعب، لكن انا شايف يعني الخير ان شاء الله اكتر، يعني انا شايف فيها صلح على الناس، في صلح عالمي بين الناس بين العالم بين جيرانه بين اخواته بين الناس، يعني في ود حيكون، في الفه اكتر، في طاقه حب اكتر ان شاء الله. فيها اكتشافات، انا بعتبرها في اكتشافات خصوصا بمصر الحبيبه، في اكتشافات رائعه، في حضاره رائعه، في تطورات عظيمه باذن الله، يعني انا ده اللي شايفه، لاني هنا شايف حركه الارقام حلوه يعني ان شاء الله. طبعا في بلاد معينه اوروبيه يعني في فيضانات، لاني سنه مياه، في فيضانات ببعض الدول العالم، فيضانات زلازل كوارث، ممكن نقول نحن بالفلك في عاصفه شمسيه، مش عندنا الحمد لله، لا لا ان شاء الله مصر بخير، الدول العربيه بخير ان شاء الله، فيها ود اكثر يعني وصلح اكثر. انا شايف في هنا عاصفه شمسيه ممكن كعلم الفلك يتأثر شوي على شيء يتعلق بالانترنت، الاتصالات الانترنت يصير انقطاعات لا سمح الله، يعني ربنا يبعد المشاكل، بس يعني انا شايف الحركه الفلكيه بتقول كده، وربنا يكتب ما يشاء ويمحي ما يشاء، وهو عنده ام الكتاب، يعني كل شيء كله وارد يتغير يعني باذن الله خير. انا بشكر حضرتك جدا 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 على وجودك معانا، يعني احنا مبسوطين عشان كذا حاجه، اولا انت فهمتنا شويه وحاولنا نفهم معاك شويه موضوع علم الارقام، ثانيا الحمد لله ما قلتلناش حاجه يعني سلبيه او نزعل منها او نخاف منها ان شاء الله. هو رقم 7 رقم النصر، يعني مجموع السنه 7 هو النصر، وسنه مفرديه، يعني الرقم المفرد انا بعتبره افضل من ازدواج الرقم، بيكون افضل ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله استاذ رامي، فرصه سعيده اكون مع حضرتك ببرنامجك الحلو، يعني انا اسعد، ميرسي نورتنا. تسلمي يا استاذ رامي، تسلمي، باي باي.